زمان زمان قوي يعني، كان في واحد بيعاكسني. بيعاكسك انت يا ماما؟ ايوه انا. ايه شكلي ما اتعكسش ولا ايه؟ هو صحيح بنضاره لكن شايف كل حاجه. فضل لازقني في الرايحه والجاي، خفت من الحاره وكلام الناس، قلت اعمل له كمين. كمين؟ يعني ايه؟ اتزوقت واتسبسبت كده ورحت ما جايه قدامه ومثل كده اهو. يا عيني يا عيني على الاغراق. هو شاف كده عينه باظت من النضاره وفضل ماشي وراي، انا امشي واسبسب له واقول له تعال، ويمشي وراي لغايه ما جبته في وسط الحاره وقدام القهوه، ورحت قلع الشبشب وفين يوجعك. وبعدين؟ ولا قبلين طلع مخبر وبيدور على واحده هربانه شبهي. يعني ما كانش بيعكسك؟ يعكس مين بلا وكسه. اديني ضحكتك وحكيت لي، يلا الدور عليك، احكي لي بقى. اقول لك الصراحه يا ماما؟ يا ريت. انا ما عنديش حاجه احكيها لك. والنبي؟ طب خليكي فاكراها. اقول لك انا بقى الصراحه؟ يا ريت يا ماما. هتتجوزي سمير ورجلك فوق دماغك. افندم، عم قرني مين حضرتك؟ ما انتش فاكرني؟ لا يا ابني مش واخد بالي. انا عباس الدميري مدرس التاريخ. اهلا اهلا يا استاذ عباس. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم قرني. المدرسه اتغيرت قوي وغيرتوا اسمها كمان. مش معنى الاسم اللي هيفضل على حاله، ما كل حاجه اتغيرت يا استاذ. وفين الحوش؟ صغر قوي. هو عاد في حوش؟ ما كله اتبنى في سور. والولاد بيروحوا فين في الفسحه؟ فسحه ايه يا استاذ؟ دي بقت ثلاث فترات دراسه، والاولاد بيحضروا الحصه على الواقف، والفصل فيه 70 80 تلميذ زي علبه السبت. ومين ناظر دلوقتي؟ الاستاذ ممدوح سعد. لسه ناظر؟ امال مين اللي هيعكنن علينا؟ والوكيل مين؟ الاستاذ سليمان عز الدين. برضه؟ وكل حاجه بتتغير في البلد دي الا الموظفين، كل واحد ماسك في الكرسي ميت عليه، ما يسيبوش ولا بالطبل البلدي. طب ما انت لسه الفراش اهو. ما انا موظف حكومي برضو. على رايك. يلا انا داخل الاستاذ ممدوح. وراك بالقهوه على الريحه على حسب ما انا فاكر. والله زمان يا استاذ عباس. اعمل ايه بس يا فندم؟ اولياء الامور ما وراهمش غير الشكاوى، واحنا بنشتغل فوق طاقتنا. حاضر حاضر يا فندم، انا هبحث الشكوى دي بنفسي. مع ألف السلامة. أستاذ سليمان، انقل الطالب طارق حسن عبد الجليل للفترة الصباحية. أيوة يا سيدي، ما هو كل واحد عنده واسطة عاوز يريح ابنه. طبعا أبوه هيجيلك، هو كلم مدير عام المنطقة التعليمية. إيه؟ بتقول مين؟ عباس الدميري مين؟ اه يخرب عقلك، هاتوا هاتوا تعال على طول. اتفضل اتفضل يا عباس اتفضل. كتاب الله قال ما مصدق روحي، ده انت ليك وحشه كبيره قوي قوي يا عباس. والله وحشني قوي يا استاذ. الله يطمن عليك. اتفضل يا عباس بيه اتفضل. ايوه كده عباس الدميري. اهلا 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 يا عباس. اتفضل اتفضل يا عباس. شكرا. والله انا ما صدقتش لما سليمان قال لي. ازيك يا عباس؟ عامل ايه؟ الحمد لله حضرة الناظر. فينك يا راجل وفين اراضيك؟ كان مسافر يا حضرة الناظر، عملهم على قلبه كد كده. عباس طول عمره شاطر وحظه حلو. والله والله وملك عليا يا مين، انا نفسي اسيب الهم اللي انا فيه ده واطلع اعمل لي قرشين زيك يا عباس. ما تعرفش حد يجيب لي اعاره سنه ولا سنتين؟ سنه ولا سنتين؟ عارتي كانت 20 سنه حضرة الناظر. يا بختك يا بختك يا سيدي، لازم وسطتك كانت جامده قوي. قوي قوي قوي. والله انا خايف اقول ربنا ينولها لك، بلاش احسن. صدقني حضرة الناظر ما فيش احسن من بلدنا دي. اهو احنا كده بعد ما سافرت وعملتهم ولميت الدولارات على الاسترليني، جاي تقول لي مفيش احسن من البلد دي؟ القصد أؤمرني. انا كنت بقول يعني اذا كان ممكن ارجع ادرس تاني. بعد ما عمل الخميره وقبض الدولارات جاي السله. طبعا يا حضرة الناظر. غيرت الدولار بكام يا عباس؟ دولار ايه يا حضرة الناظر؟
اوعى يكون ضحكوا عليك وخلوك تغير من البنك، تفرق معاك كتير قوي. لو كنت عاوز تغير انا تحت امرك، وازيد من السوق قرش بحاله. بقول لك ايه يا عباس، ما جبتش معاك ادوات كهربائيه، ثلاجات، غسالات، تلفزيونات؟ حكيم انا النهارده بجهز بنت شيرين، بقت عروسه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك يا سليمان. حاطط النظر، انا وحشني التدريس قوي، اروح وحشني الفصول، وحشني الطلبه. الفصول قدامك يا حبيبي، والطلبه بالكوم، خش درس زي ما انت عاوز. يعني اعتبر نفسي رجعت؟ هو احنا لاقيين مدرسين يا عباس؟ دي مدرستك يا حبيبي. احنا اول ما دخلنا هنا مع بعض ما كانش فيها غيرنا. الله يخليك يا حبيبي. طب اخد فكره عن المناهج دلوقتي شكلها ايه؟ يقول لك مناهج جاي مشروع على التدريس. هو عباس الدميري بعينه ما اتغيرش. صباح الخير يا حضره الناظر. خير يا استاذ وائل. مش طريقه دي يا حضره الناظر، 80 طالب في فصل واحد، طب انا درس لهم ازاي؟ وبعدين حضرتك كل يوم تبعت لي 3 4 زياده، والنهارده بعت لي واحد تاني. ده مش اي واحد يا ابني، ده من طرف مدير عام المنطقه التعليميه شخصيه. ايوه حضره الناظر بيقول ال 80 واحد ده مولد، يدرس لهم صحيح ازاي؟ مش معقول الاستاذ عباس الدميري؟ انت تعرفني يا ابني؟ ايه اللي اعرفك؟ ده الاستاذ وائل مدرس التاريخ لاولى وثانيه ثانوي يا عباس. لا انا وائل تلميذك يا استاذ عباس. وائل ايه مش فاكرني؟ وائل فكري. بالظبط يا فندم. بسم الله ما شاء الله، بقيت مدرس تاريخ يا ابني بسبب حضرتك. انت اللي حببتني في التاريخ يا استاذ عباس. الاستاذ عباس يا حضر الناظر كان احسن واحد يدرس ماده التاريخ. الولد يبقوا قاعدين في الفصل كان على رؤوسهم الطير، لا صوت ولا نفس، مع ان جارز الحصه ضرب وخلصت وحدش عايز يتحرك من مطرحه. ليس بانسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن عرف اخبار من قبله اضاف اعمارا الى عمره. الله فاكر يا وائل. دي حاجه تتنسي يا استاذ عباس، طول عمرنا كنا فاكرين التاريخ ده مجرد صم حفظ زي البغبغانات، لحد ما حضرتك فهمتنا يعني ايه تاريخ. هو ده اللي وداني في ده يا ابني. بس حضرتك منورنا النهارده. شكرا يا سليمان. الحمد لله على السلامه يا استاذ عباس. الله يسلمك يا المدرسه رب. نورت. الله يخليك يا حضره النظر. استلم امتى ان شاء الله؟ شوف يا استاذ عباس، انت بقالك 20 سنه متغيب عن العمل، بكره الصبح تاخد بعضك وتروح المنطقة التعليمية تجيب قرار باستلام العمل، ودي مسألة سهلة وبسيطة، هيمضيلك قرار الاستلام تجيبه والدنة الجاية على هنا على طول، وأنا هنزلك في الجدول طوالي. ألف مبروك ألف مبروك يا أستاذي. شكرا شكرا. الفسحة ظبط ودنه على جرس الفسحة طبعا. هو ده يا عباس الدماري. أبص بس على الحوش الطلبة عشان اتفضل. شوفوا يا ولاد، انا مش عايزكم تتأيدوا باللي مكتوب في المنهج، اقروا وافهموا وفكروا واسألوا، ولازم يكون لكم رأي، ولازم تعبروا عنه بصراحة وبحرية. هو ده المقرر يا استاذ؟ لا يا فندم، هي دي الحقيقة. انت موقوف عن العمل يا استاذ. موقوف موقوف، كاد المعلم ان يكون رسولا، ومفيش رسول بيزور.